بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بالجميع. إلى ذا الفقرة من على موقع أوغو نيوز كما نلاحظ. إذا عندنا هذا العنوان: لاكور سور لو بلافون دو لا ديت أمريكان باس أون إيتاب كلي. إذا لاكور نتكلم هنا عن الإتفاق، لاكور نقول أحيانا داكور يعني متفق. إذا لاكور سور لو بلافون دو لا ديت أمريكان، إذا عندنا هنا الإتفاق على لو بلافون كما نقول السقف، السقف يسمى لو بلافون. نتكلم هنا عن مستوى لا يمكن تجاوزه إن صح التعبير في العلو. إذن لاكور سور لو بلافون دو لا ديت أمريكان، إذا نتكلم هنا عن سقف الدين الأمريكي. طبعا قبل أشهر تحدثت مجموعة من الجرائد عن الدين الأمريكي وبأن أمريكا يعني مقبلة على الوصول إلى هذا الحد الذي عليها ألا تتجاوزه من حيث النفقات إلى غير ذلك، وطلب من الحكومة الأمريكية حينئذ ترشيد النفقات والتقليل منها ثم البحث الموارد صح التعبير حتى لا تحصل هناك مشاكل في النفقات وحتى تتجاوز عقبة رفع سقف الدين صح التعبير. وها هي اليوم طبعا تصل إلى هذه المرحلة. إذن لاكور سور لو بلافون دو لا ديت أمريكان باس اون ايتاب كلي. إذن هنا الاتفاق حول سقف الدين الأمريكي باس، أنه يجتاز. طبعا لو فا باسي يعني فعل أمضى، هنا المقصود به أنها تجتاز. باس اون ايتاب كلي أنها تجتاز مرحلة كما نقول مفتاح، كما نتكلم هنا عن مرحلة مفتاح. إذا نتكلم هنا عن مرحلة مهمة، نتكلم هنا عن مرحلة مهمة كما نقول بأن معقدة شيئا ما إلى غير ذلك. إذا طبعا الحكومة الأمريكية أنها تجتاز هذه المسألة. طبعا اجتازت هذه المرحلة بعدما مرت إلى لا شامب دي روبريزونتون، نتكلم عن غرفة الممثلين، غرفة النواب. لي زيلي دو لا شامب دي روبريزونتون أونت أدوبتي ميركودي أ أون تخي لارج ماجوريتي لو تكست فيزون أ رولوفي لو بلافون دو لا ديت. إذا لي زيلي دو لا شامب دي روبريزونتون أونت أدوبتي mercredi à une très large majorité le texte visant à relever le plafond de la dette. Et dans les élus, le منتخبون احيانا نتكلم على الverb élire يعني فعل انتخب، les élections يعني انتخابات. اذا نتكلم هنا على les élus المنتخبون de la chambre des représentants، اذا نتكلم عن منتخبي غرفة الممثلين. احيانا نتكلم على الverb représenter، représenter quelqu'un يعني انك تمثل شخصا مثلا في حفل او في مراسم ما. اذا نتكلم على لو فيرب ريبريزونتي. اذا لي زيلو دو لا شامبر دي ريبريزونتون، اذا المنتخب غرفه الممثلين اون ادوبتي ميركودي، اذا هم تبنوا. طبعا لو فيرب ادوبتي انك تتبنى قانونا، المقصود بانك توافق عليه. احيانا نتحدث عن ادوبتي ان انفون، ادوبتي ان انفون أنك تتبنى طفلا، أنك تأخذه كطفل لك. أون تادوبتي ميركودي أنهم تبنوا يوم الأربعاء أون تخي لارج ماجوريتي، إذا هم تبنوا بأغلبية عريضة كما نقول هنا عريضة جدا. المقصود بأنهم تبنوا هاد القانون بشكل كبير، بأن الموافقين عليه كانوا عددا أكبر من الرافضين له. ont adopté mercredi à une très large majorité. إذن هم تبنوا يوم الأربعاء بأغلبية جد عريضة. إذن نتكلم عن أغلبية ساحقة. لو تكست فيزون، إذن ont adopté لو تكست، أنهم تبنوا النص فيزون ا الذي يرمي إلى relever le plafond de la dette، الذي يرمي إلى رفع سقف الدين. الولايات المتحدة أنها تريد أن ترفع من سقف دينها حتى يسمح لها بالاستدانة أكثر حتى تستطيع أن تؤدي ما عليها، وإلا سيحصل هناك مشاكل للاقتصاد الأمريكي وللاقتصاد العالمي. سوفوت بيرمي ديلواني لو سبيكتر دان ديفو دي زيتازوني سور سا ديت كي اوري يو دي كونسيكونس كاتاستروفيك سور ليكونومي أمريكان اي مونديال. إذا صوت هذا التصويت الذي تم بيرمي أنه يمكن، طبعا هنا عندنا لو فيرب بيرميتر، بيرمي
ديلواني لو سبيكتر انه يمكن من ابعاد لو سبيكتر يعني الشبح. الشبح ماذا؟ دان ديفو دي زيتازوني سور سا ديت. اذا انه يمكن من ابعاد شبح كما نقول مشكل الى غير ذلك دي زيتازوني للولايات المتحده الامريكيه سور سا ديت حول دينها كي اوري دي كونسيكونس الذي يمكن ان تكون له دي كونسيكونس كما نقول نتائج مآلات ان صح التعبير كاتاستروفيك كارثيه سور ليكونومي امريكان على الاقتصاد الامريكي المونديال ثم العالمي. اذا ممكن ان هذا الامر ان لم يتم ان يخلق مشاكل اقتصاديه تنضاف الى المشاكل الحاليه. Il doit désormais être adopté par le Sénat. إذا il doit يتوجب il doit désormais أنه يتوجب من الآن فصاعدا être adopté par le Sénat أن يكون متبنا par le Sénat من طرف مجلس النواب qui devrait se prononcer rapidement الذي كان عليه أن se prononcer أن يعلن عن هذا التبني rapidement بسرعة le chef de la majorité démocrate. إذا نتكلم هنا عن رئيس الأغلبية الديمقراطية شيك شومان. إذا هذه الشخصية أسيو كما نقول مؤكدة. إذا كان يؤكد أن بوبليتو يعني شيئا ما قبل هذا دون لا جورني في ذلك اليوم كل سوميتخي بأنه سيحيله أو سي فيت كو بوسيبل أنه سيحيله بسرعة ممكنة بسرعة ما أمكن إن صح التعبير. أفاكو نوز إيفيتيون لو ديفو من أجل أن نتجنب المشكل دو بيمون مشكل الأداء. إذا حتى يجنب مشكل الأداء وبالتالي ستفقد مصداقيتها وهذا خطير طبعا. إذا من أجل أن لا تحصل هذه المشاكل في الأداء إذا هو سيحيل هذا القانون إلى هذا المجلس للتصويت. دون زا كومونيكي Joe Biden a qualifié le vote de pas en avant essentiel afin de prévenir pour la toute première fois un défaut. Selon le président démocrate, ce résultat a été obtenu grâce à un compromis des deux parties. Dans un communiqué, Fibalarinma, Joe Biden a qualifié le vote de pas en avant essentiel afin de prévenir pour la toute première fois un défaut. إذا جو بايدن الرئيس الأمريكي أكاليفي أنه يصف لو فوت يصف هاد التصويت دو با أون أفون إسونسييل يعتبرها خطوة مهمة إلى الأمام أفان دو بريفونيغ من أجل تجنب بور لا توت بخوميييغ فوا أن ديفو لتجنب لأول مرة واحد المشكل لأن هذا الأمر يحصل لأول مرة سولون لو بريزيدون ديموكرات. إذا حسب الرئيس الديمقراطي حسب الرئيس الديمقراطيين سو ريزلتا اوبتوني هاد النتيجة اتفاق على التصويت هذه النتيجة ايتي اوبتوني ان تم الحصول عليها. طبعا هنا تنتكلمو على اوبتونيغ طبعا لو فيرب اوبتونيغ يعني فعل نال عندما اقول انا انال شيئا. اذا طبعا واضح بان هذا الفعل يصرف مع افواغ ولكن هنا كما تنشوفوا بانه مصرف مع اتر هنا عندنا لو باسي كومبوزي ديال اتر ومادام اننا عندنا هذه الصيغه بهذا الشكل اذا هنا عندنا لا فوا باسيف هنا عندنا المبني للمجهول. شنو تناخذوا في الزمان في تحديد الزمان تناخذوا هذه يعني بدون لو بارتيسيباسي. اذا هنا عندنا لو باسي كومبوزي ديال لو فيرب اتر كما تنشوفوا عندنا هنا وبالتالي عندنا لو باسي كومبوزي ديال لو فيرب اوبتونيغ ولكن على فوا باسيف ماشي على فوا اكتيف. هنا عندنا لو باسي كومبوزي ديال اتر على فوا اكتيف الى اعتبرنا فقط لو فيرب اتر. اذا كنا نصرف فقط لو فيرب اتر سنحصل على هذه الصيغه يعني بتصريف لو فيرب اتر او باسي كومبوزي ولكن على فوا اكتيف. ولكن هنا ما عندناش لا فوا اكتيف هنا عندنا La voix passive بالنسبة لو فيرب obtenir. إذا أشنا هو الزمن؟ إذا أش من زمن هذا؟ إذا طبعا هذا لو باسي كومبوزي دي فيرب obtenir à la voix passive. إذا في المبني المجهول. سو ريزولتا a été obtenu. إذا هذه النتيجة أنه تحصل عليه إن صح التعبير.
غراس ان كومبرومي بفضل غراس ا بفضل كذا غراس ان كومبرومي بفضل اتفاق دي دو بارتي دي دو بارتي للحزبين الحزب الديمقراطي طبعا والحزب الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي دو سون كوتي من جهته لو شيف ريبوبليكان الرئيس الجمهوري دو لا شامبر للغرفه نتكلم عن غرفة الممثلين كيفان ماكارتي أبور سا باغ إستيمي أنه من جهته أنه قدر من جهته قدر لور دين كونفيرونس دو بريس إذن أثناء لور دين كونفيرونس دو بريس أثناء لقاء صحفي كونفيرونس كما نقول مؤتمر لور دين كونفيرونس دو بريس إذن أثناء لقاء صحفي كسفوت بأن هاد التصويت الذي سيحصل placer le citoyen américain en priorité انه يضع المواطن الامريكي في الاولويه تعطي الاولويه للمواطن الامريكي اذا طبعا انه تعطي الاولويه للمواطن en réalisant بتحقيق اذا هو غيعطي الاولويه للمواطن الامريكي وذلك بتحقيق ce qu'aucune mandature n'avait réussi jusqu'ici ما لم تنجح فيه إلى الآن أي نيابة أو أي تفويض سابق إذن هو يقول بأن هاد النيابة نتكلم عن نيابة النواب نتكلم عن الفترة الحالية التي اختار فيها طبعا الشعب الأمريكي هؤلاء النواب إذن نتكلم عن هاد النيابة الحالية أنها تحقق ما لم تحققه إن صح التعبير النيابات السابقة ما لم تحققه الفترات السابقة التي اختار فيها الشعب الأمريكي النواب en réalisant بتحقيق ce qu'aucun mandataire ولا أي نيابة précédente سابقة n'avait réussi أنها لم تنجح jusqu'ici إلى الآن المقصود بأنها حققت ما لم تنجح فيه إلى الآن aucune mandature précédente ولا نيابة سابقة réduire les dépenses fédérales اللي هي نقص كما نقول هنا تحديد أو نقص لديبونس النفقات فيدرال الفيدرالية إذن طبعا هذه الولاية طبعا كما نقول بأنها ستنقص من النفقات الفيدرالية لو فوت دو سو سوار أ بيرمي دادوبتي لي بلوز امبورطونت كوب بيدجيتير دو ليستوار أمريكان أتيل أنسيستي إذن لو فوت دو سو سوار أ بيرمي إذا نتكلم عن تصويت هذا المساء هذا التصويت الذي حصل هذا المساء أبيرمي أنه مكن طبعا نتكلم عن الغير بيرميتر هنا عندنا البارتيسيباسي الخاص بفعل بيرميتر مصرف كما تلاحظوا مصرف كما نلاحظ مع أفوار أبيرمي أنه مكن دادوبتي مرة أخرى عندنا الغير أدوبتي يعني فعل تبنى إذا مكن من تبني لي بلوز امبورطونت كوب بيدجيتير مكن من تبني أهم كوب بيدجيتير كما نقول اقتطاعات الميزانية نتكلم هنا عن مجموعة من الميزانيات طبعا عندما نتحدث عن الميزانية إذا نتكلم عن المبلغ الضخم الذي يتوفر للحكومة الأمريكية إذا طبعا هاد الميزانية الكبيرة أنه يتم تقسيمها هناك جزء يذهب إلى الصحة وجزء يذهب إلى الجيش وجزء يذهب إلى البحث العلمي إلى غير ذلك إذا نتكلم عن ليكوب بيدجيتير تبني أهم هاد ليكوب بيدجيتير كما نقول اقتطاعات الميزانية دو ليستوار أمريكان في التاريخ الأمريكي أتيل أسيستي كما هو أكد كما أكد طبعا رئيس الجمهوريين في الغرفة إذا حتى لا نطيل طبعا الموضوع لا زال مستمرا نكتفي بهذا القدر حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.